اغلاق الحدود المغربيه نورمالمون للاسف هنا في المغرب كتخذ بعض القرارات بشكل استعجالي وماشي كتاخذ على دراسه و وعندنا اغلاق الحدود بهذه السرعه فهو خاطئ لان خاصنا نضرو رغم ان اغلاق الحدود كان ارتفاع ديال نسبه الوباء كثير لان ما خدناش اجراءات اساسيه اللي خاصها تخذ وان هذا هرس بزاف ديال المسائل الاقتصاديه والتجاريه والسياحيه بالنسبه للمغرب وللاسف حنا ديجا عانينا من 2020 في اشكال زدنا عاود اكدنا رغم ان الدول اللي كان جا منها واللي كان عندها يعني اكثر ارتفاع بالنسبه ديال هذاك ما غلقوش يعني كان يعني واحد القرار للاسف لم يكن عن دراسه وعن جدره او استحقاق باش ناخذوا بهذا الشكل سريع وبهذا الشكل بالطريق وهي اكثر من هاد يعني قضيه وفاه او قضيه مرض او كذا يعني هي مساله يعني مصير ديال الشركات ومصير ديال العائلات ومصير ديال اللي وضعنا عدد ديال الناس وضعناهم في الشارع ما تنساش شيء اكثر من هذا الشيء يعني ما تنساوش ان عدد اللي كانت الشركه الخاصه بالطيران راه صرحات عدد ديال لي بيلوت عدد ديال لي زوتيس ديال ستيوارد وهذا في حد ذاته راه ماشي راه يعني تخريب بيوت ووضع المشكل الاجتماعي يعني المساله الاجتماعيه اللي كانت عايشه المغرب اكفس حنا المستوى الاجتماعي عندنا طيح عاوز كرسنا هذا المستوى يعني اقتصاد كله مشى اما في قضيه هذه القضيه ديال المواساه انا ما كتبانش ليا يعني عندها اهميه بالاضرار اللي توسطت به يعني شركات وفنادق ومؤسسات كبيره اللي كتعيش هذا هو المصدر الاساسي للحياه ديالها الحدود كانت في زمن كورونا وكان ديك الساعه المرض دابا ما بقاش داك الشيء كما كان في الاول وعلاقه الحدود ما عندهاش شي حل فهمتي كل اللي عنده والدي خصو يشوفهم كل اللي امه مريضه يقدر شي امه تموت او با يموت وما يحضرش ليهم فهمتيني كيوقعوا مشاكل كل اللي خدام برا وحال هنايا فهمتيني وكل اللي ما جاش اصلا فهمتيني هاد العلاقه الحدود خصهم المسؤولين يشوفوا لها شي حل تماما شنو هي الرساله ديالك للمسؤولين الرساله بغينا هاد الحدود ديال المطار ديالنا والمطارات ديال المغرب كاملين باش يفتحوا في اقرب وقت هذا الشيء اللي كاين وشكرا اغلاق الحدود راه في الصالح ديالنا في الصالح ديالنا لان الناس راه كتموت وراه ما بغوا لنا الا الخير علاش هاد السنين ما غلقوش كان اللي بغى يمشي يمشي واللي بغى يجي يجي واللي بغى يجي ولكن دابا الناس كتموت راه كاين هذا الوباء وكاين الناس اللي كيقول لك هذا الوباء ما كاينش كتهضر معاك يقول لك الكورونا ما كايناش هذا الوباء ما كاينش لا راه كاين وجا للعائلات ديالنا وهما راه من الصالح ديالنا باش يحميونا كاين الناس كتقول لي الزرعه كيقول لك الزرعه علاش كتصلح ما كتصلح حتى شي حاجه بالعكس راه كان بكري كنا كنمشيو نجلبوا غير في المدارس ايوا لو كل قوة عنده حق راه غادي يردوه ولكن غادي يدخل البلاد غادي يجيب المرض حيت المرض اللي كاين برا اكثر من المرض اللي كاين في البلاد ديالنا الدول الاخرى كيضيع فيها اكثر من بلادنا حنا الحمد لله نشكروه ما عندناش الوباء بزاف ما عندناش الحروب ما عندناش شحال من حاجه خصنا الحمد لله نشكروه على ملكنا وعلى السلطه ديالنا وعلى حنا محميين من بزاف د الحاجات وكذلك الناس رغم ذلك ما كيحمدوش الله تبارك وتعالى خصنا الحمد لله ونشكروه حيت حنا مرفوعين علينا بزاف د الحاجات الرساله ديالو هو الناس خصو يتفهموا تتفهموا بان راه كلشي من الصالح ديالنا راه اي حاجه الا في الصالح ديالنا كون بغاو الناس ياديهم كما قالت واحد الدكتوره راه يديروا لنا عبر الهواء يديروا لنا عبر الماء يديروا لنا عبر بزاف الحاجات واش ما باغي يحميو ولا باغي يقتلونا كون بغاو يحميونا راه ضاع الاقتصاد ديال البلاد وضاع شحال من حاجه ورغم ذلك داروا الحجر باش الناس تبقى صحيحه وفعلا بقات الناس صحيحه قليل من الناس اللي ما تمشي الكثير اما البلدان الاخرى راه كيموت الملايين اللي كتموت والحمد لله ونشكروا اللي حنا البلاد ديالنا ما فيهاش الوباء بزاف وكنطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء الراي ديالي ما عندها حتى شي نتيجه باش تغلق الحدود دابا سوي بلوك وغوزمون سوي ان فاليد نورمالمون انا سوي بلوكي بريسك دو موي دميسي فهمتي دابا باش نمشي ما كاينش لو فو دابا قال لك حتى 31 غادي يحلوا ايوا تسنى 31 كاين اللي عنده خدمته كاين اللي عنده راقيه كاين اللي مريض كل واحد وكيفاش انا عايش في لوكسمبور انا 32 ans جو هابيتو لوكسمبور نو قال لك لو 31 جو هاتو سكا لو 31 ما غادي ما كاينش لو فو كاين مي نورمالمون لو 31 قال لك يحلوا جو سي با سيغ ولا سي با سيغ الرساله ديال المسؤولين خصهم
يفكروا مزيان على الناس المغاربه وعلى الاجانب. دابا شي مبلوكي وعندو خدمته وعندو شغله وعندو مسائل ديالو، ما كاين حتى شي معنى، ما كاين حتى شي معنى باش تغلقوا الحدود. ايوا نطلب الله ان شاء الله يفكروا مزيان في هاد غلق الحدود. بالنسبه لاغلاق الحدود الناس مدرب بزاف وهادشي حشومه، ما خصوش يديروا. المغاربه كنعرفوا عليهم ناس طيبين وكيعاونوا الفقراء وكيعاونوا السياحه وكيعاونوا ضرات ناس بزاف، وحشومه هادشي اللي كيديروا في الحقيقه. وكلشي بيع وشراء، السياحه، الصناعه، كلشي تضرر. حتى بالنسبه للطيران كلشي تضرر، الناس كتخدم في الحدود الدراج والله يهديهم. انا كنت عايش في الخارج ولكن الان كنخدم هنا، ولكن كنسمع الناس مضره بزاف داكشي علاه. كاين الناس فعلا، كاين الناس مضره غتجي تشوف والديها، كاين اللي باغي يجي يشوف المصالح ديالو. حشومة عليهم يبقاو سادين هاد الحدود، راه حرام والله، يعني راه حشومة. خص الانسان يهضر، ماشي واحد اللي يهضر وشي الاخر يبقى ساكت. خص الناس تهضر وتقول الحقيقه، حيت الناس مضره، كاين الناس مضره. الله يهديهم، الله يهديهم. هادشي ما نقولو لهم، الناس راه مضره بزاف. كورونا شواش دارت وزادوا سدوا الحدود، راه حشومه كاع وعيب. الناس راه مضره، كلشي مضره، البيع والشراء مضره، الانسان مضره، كلشي. واكل العصا كما كيقولوا بالدارجه.